بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم نسيم. واش راكم خوتي؟ لاباس؟ حالة باس. واش نقول لكم اخوتي، كي تروحوا للسوق تلقاو هكذا كصغار المساواه اللفت، كي تلقاو اللفت هكذا مليح تديو الاوراق هذو مال المقان تاعكم، هاو مليح بزاف. ها انا عمرت شكاره. اذا اصدقائي الكرام، بعد تنظيف اوراق اللفت جيدا بالماء وتنشيفها، نقدمها مباشره لطيورنا سواء في الاقفاص سواء في السلكات. ولاوراق اللفت اصدقائي فوائد عديده جدا، وتحتوي على نسبه عاليه من الكالسيوم بالاضافه لمضادات الاكسده والالياف. واوراق اللفت تساعد كثيرا على تحسين الصحه لدى جميع الكائنات، وتقديمها سيساهم برفع المناعة ضد الكثير من الأمراض، وهذا شيء إيجابي. وأيضا أوراق اللفت تساهم في تليين المعدة، وذلك بفضل الألياف التي تحتوي عليها. وما يعجبني كثيرا في تقديمها لطيوري كونها تحتوي على الكثير من الفيتامينات والكالسيوم. هذا هو موضوعنا اليوم، خفيف ظريف، وأتمنى أن الفكرة وصلتكم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.